القاضي للقضاء، والقاضي هذا الحكي يختلف عن حديثك عن عدم التأهيل لازم لعدد من القضاة. وأيضا هناك عدم تأهيل، نعم نحن نمارس يوميا يعني هناك حيرة. يعني شلون عدم تأهيل؟ يعني أنهم غير مستوعبين للنوازل؟ صحيح، وهذا ليس يعني ليس سرا. نعم هناك تفاوت وتباين كبير في فهم واستيعاب القضاة للنوازل الموجودة. والمشكلة أن البعض منهم يتعالى في الاعتراف بأنه لم يستوعب هذا الأمر. المهم جدا أن يستعين، وهذا ذكرته في مقالي، أن يستعين القاضي بجهات أو مؤسسات أو خبرات معينة توضح له ما الأشكال عليه أو لم يستطع فهمه، حتى يتسنى له البت والحكم عبر رؤية صحيحة وصائبة. طيب في هذا المقال تقول أن المشكلة ليس في عدد، في قلة عدد القضاة. صحيح. بينما في إحصائية أمامي الآن تقول أنه 66% من السجناء لم يتم الحكم عليهم بسبب نقص القضاة. سبب نقص القضاة هو سبب تبرير معين، لكن في نظري أنه لو وضع تنظيم دقيق لمكاتب القضاة لاستطاع القاضي أن ينجز العديد من القضايا. وقت القاضي يمر يعني هذه الساعات الصباحية وبعد الظهر يمر أكثر من نصفها في 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 إجراءات إدارية بحتة ليس للقاضي، ينبغي أن يكون ليس للقاضي دور فيها، وهي من اختصاص أفراد آخرين. ومع ذلك استغل وقت القاضي واختزل وتم اغتصابه بهذه الشكليات التي يمارسها. يعني المشكلة ما عند القضاة، المشكلة عند وزارة العدل التي لا توفر مكتب لأعمال مثلا السكرتارية والإدارة والتحرير والضبط لصالح القاضي. بعض القضاة، بعض القضاة هو لا ليس لديه قناعة، هو يتصور أنه لابد أن يمارس هذا الأمر. المشكلة حتى في القضاة بعضهم يعني لديه من المؤهلين أو من يعني هل المشكلة أنه ما في ناس يقومون مع القاضي بالمشكلة، ولا أنه هو اللي يبي شركاء في هذا الجميع؟ بعض المكاتب ليس لديها من القدرات الإدارية التي تستطيع أن تدير مكتب القاضي، والبعض الآخر لديه، يعني قد توفر للجهات القضائية بعض الموظفين، لكن بعض القضاة لا يحب أن يمارس كل هذه الأدوار، يحب أن يمارس هذا، وهذا ما ينعكس سلبا على القضاء وعلى الخصوم الذين يأتون إلى مكتب القاضي، فيضيع وقتهم بهذه الإجراءات التي أشغل القاضي نفسه بها. سنتحول إلى فاصل قصير دكتور محمد مشوح، نعود بعده أيها الأخوة والأخوات لمواصلة حوارنا في ضات والمحامي والكاتب السعودي الدكتور محمد بن عبد الله مشوح. فوق معنا حياكم الله مجددا في إضاءة أيها الأخوة والأخوات، لا يزال حوارنا هذه الحلقة مع المحامي والكاتب السعودي الدكتور محمد بن عبد الله مشوح. دكتور محمد، كنا قبل الفاصل تحدثنا عن القضاء التجاري. في 9 أبريل 2009 كتبت في عكاظ قضاؤنا لا عذر بعد اليوم، تتحدث فيه عن أهمية القضاء التجاري وتقول أنه يمثل أولوية قصوى المواطنين والمستثمرين وتطوير نظام المحكمة التجارية الصادر وغير ذلك، كما أن العناية بالمحامين وحقوقهم وواجباتهم وتطوير أدواء تطوير أداء مهنتهم والاستفادة من قدراتهم وخبراتهم والتسريع بقيام هيئة المحامين تعد تحديات مهمة تنتظر قرارات سريعة وفاعلة من وزارة العدل والمعنيين. ما مصير في تقديرك القضاء المتخصص ومن القضاء التجاري؟ هذا خيار لا بد منه ولا مساومة ولا نقاش فيه. في ظل المتغيرات التي يعيشها العالم والتطور والنقل التي تعيشها المملكة العربية السعودية، لا بد من القضاء المتخصص سواء في المحاكم الإدارية أو التجارية أو قضاء. لكن البعض يرى أن القضاء المتخصص يعني يمكن أن يضعف من القضاء الشرعي. أنا لا أعتقد. تعرف أن هذه أطروحة يطرحها كثير، يطرح البعض، لكن أصبحت في الوراء، يعني تجاوزها الناس. لا يمكن، من أراد أن يتحدث في هذا الأمر فهو خيار صدر الآن فيه أوامر سامية وإنشاء محاكم متخصصة، والتجهيزات كما نترقبها الآن أن تصدر، وما طالبت به أن يتم الإسراع
في 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 هذا الجانب في ظل المشروع الكبير الذي قدمه الملك عبد الله وصدر من عام من رمضان 1428 والى الان الناس تنتظر مثل هذه النقله للمرافق القضائيه سواء في المحاكم المتخصصه او في اعداد وتجهيز البنيه التحتيه للمحاكم والمرافق القضائيه. لماذا تعتبر ان القضاء التجاري اولويه بالذات؟ لأنه نحن دولة اقتصادية كبرى، لدينا استثمارات عديدة من قبل المستثمرين الأجانب، هيئة الاستثمار العامة لديها حتى أصدرت في منتدى الرياض الاقتصادي وفي منتديات الاقتصادية الأخرى كلها أثبتت بالإحصاءات أن هناك تخوف من قبل المستثمر الأجنبي في الإجراءات القضائية، وليس هناك تخوف من القضاء السعودي إنما في الإجراءات، وهذه الإجراءات تزيد تعقيدا حينما لا يوجد ثمة قضاء متخصص ينظر هذه الجوانب بحرفية ومهنية عالية. هذا القضاء المتخصص التجاري سوف يوجد لدينا جيل من القضاة لديه معرفة ما أشرت إليه سابقا، دراسات لأحوال القضايا ومعرفة بها ودورات يأخذها وتأهيل لازم في هذا الجانب. أما ما هو معمول به الآن من أن القضاء يمارس بهذا الشكل العام فأصبح أن هذا أو نعيش في وقت لا يمكن أن يتم هذا الأمر فيه بشكل مقبول. طيب، في 29 أكتوبر 2009 كتبت في جريدة عكاظ مقالاً بعنوان القضاء في الملاحق والمطابخ، تقول فيه: من المشاهد المؤسفة تلك المباني الهزيلة والملاحق المتراكمة التي سميت محاكم أو كتابات عدل. دلفت إلى أحد أقسام السجلات لإحدى المحاكم فوجدت أن سجلات الصكوك هي في غرفة المطبخ وصنبور الماء يتدلى منتظر اللحظة من متهور أو معتوه أو مغرض ليحركه ويقضي في لحظة على حقوق المواطنين طوال قرن من الزمان. ومثل ذلك في العمائر التي حبست بها ثروتنا العقارية عبر كتابات العدل وصكوك العقارات التي تشكو من أبسط قواعد الأمن والسلامة المحافظة عليها فضلا عن التقنيات اللازمة. لذلك لم يكن مستغربا تلك الحوادث المتعاقبة في سرقة المعاملات القضائية التي كان آخرها 24 معاملة في محكمة الدوادمي. هل هذه مشكلة القضاة أيضا في تقديرك؟ القضاة لهم دورهم، شركاء في هذه العملية، القضاة يتبعون المرفق. القضاة شو يحطون ببيوتهم مثلا؟ لا، هم جزء من 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 هذه المنظومة. يعني احنا مسؤولية وزارة العدل، وش علاقة القضاة فيه؟ وهم يعملون في وزارة العدل، انا لم اعتب على القضاة انفسهم، انما العتب على الجهات القضائية التي يجب ان تسارع الان في ظل المشروع الكبير للملك عبد الله ان تسارع بانشاء البنية التحتية اللازمة للقضاء. المرافق القضائية الموجودة الان في المملكة العربية السعودية لا تتلازم أبدا مع الواجب المناط ومع الانتظار الذي ينتظره سواء المواطن أو المستثمر القادم. طيب، تتحدث أيضا في مقال في 31 ديسمبر 2009 بعنوان الحل في تدوين الأحكام ونشر في جريدة عكاظ أيضا، تقول أنك ترى أن على الجهات القضائية أن تبادر إلى تحقيق الأمنية والمطلب الذي صرح به علماؤنا عام 93 هجرية، وأن المتأمل بالواقع القضائي اليوم يدرك بجلاء ووضوح ضرورة هذه المدونات المتضمنة للأحكام وفق أقوال أهل الفقه. في عام 1393 هيئة كبار العلماء رفضت مشروع تدوين الأحكام، ولم يوافق إلا قلة من هيئة كبار العلماء، ستة من الأعضاء، ستة من كم؟ نعم، يعني من حوالي 20. من حوالي 20 يعني. نعم صحيح، أقل ربع العدد. صحيح. تدلس علينا أن تقول علماءنا ب 93 هناك علماء، وعلماءنا في 93، هؤلاء العلماء 93 هجري يعني 73 ميلادي 93. نعم، هؤلاء العلماء نعم بكروا بضرورة الاتجاه لهذا الجانب. هذه الفتوى التي صدرت، التحفظ الذي أبداه ستة علماء من هيئة كبار العلماء، ألحق بها فتاوى على الرفض، ألحق بعدة أيضا فتاوى أخرى ونظريات أخرى من قبل أصحاب الفضيلة سواء من هيئة كبار العلماء أو من غيرهم بضرورة وسرعة التدوين. طيب، لماذا التدوين باختصار؟ ماذا يمكن أن يقدم تدوين الأحكام لصالح القضاء في السعودية؟ سوف يحل أكبر إشكالية وهي الإنجاز وسرعة القضاء والتخاصم. هذه الأحوال الشخصية، أضرب لك مثال بسيط يا أستاذ تركي، موضوع الحضانة التي تمتلئ بها المحاكم اليوم والخصومات التي فيها والتباينات التي تصدر من القضاة فيها. لو كان لدينا مدونة في هذا الجانب تضبط الآلية التي ممكن أن يصدر فيها أحكام الحضانة سواء كانت للرجل أو للمرأة، لما استدعى النظر في قضايا الحضانة إلا جلسة واحدة ويمكن يبت فيها، ولعلم كل من المتداعيين سواء كان رجلا أو امرأة الحقوق التي يمكن أن تؤول إليه دعوى أو النتيجة التي تؤول إليه. بس الآن الجميع يعلم أن هناك مشروع طور الإنجاز في تدوين الأحكام الشرعية الآن. مشروع ينتظر.
نحن ننتظر كثير من المشاريع. مشاريعكم بالثلاثية مثلا تطلعون معاجم لدينا لكم لدينا مشاريع كثيرة. نحن ننتظر والمواطن ينتظر والمستثمر ينتظر والكل ينتظر. هذه أمور القضاء ليس أمرا ترفيا، يعني ليس أمر ترف أو ترفيهي من ممكن أن يأتي يوم أو بعد غد والأمر في سعة.